شنو هو الأتات المتعدد الاستعمال؟ فهو أتات كان يمكننا نستعمله أكثر من وظيفة، ولا إلا ما عندناش الإمكانيات نشريو أتات لكل استخدام، ولا كذلك إلا عندنا المساحة صغيرة ما كتسمح لناش نحطو الأتات بزاف. أولاً أول مثال هو الكليكلاك ولا الكنابيلي، اللي هو كنستعملوه كسرير للنوم في الليل وكنابي الجلوس في النهار. الطاولة اللي كتكبر وكتصغر ولا الاكستنسيبل، هذه كنستعملوها بقياس صغير إلا كنا قلال، وممكن نحولوها لطبلة كبيرة إلى جونا الناس ولا الضياف. البونكيت ولا البوف اللي كتكون فيها التخزين ممكن نستعملوها للجلوس، وكذلك نحطو عليها رجلينا وفي نفس الوقت تكون وسيلة للتخزين. خزانة ولا بيبليوتيك كذلك نقدروا نستعملوها في نفس الوقت للديكور والتخزين، وكذلك كفاصل بين جوج مساحات بلا ما نبنيو حتى شي حيط. الناموسية بمجورة كنستافدو منهم كماكن للتخزين إضافي، وفي نفس الوقت كتبقى الغرفة مرتبة ومقادة.